السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الملعب، واللي تتابعون من خلالها العديد من الفقرات والتقارير المنوعة اللي تهتم بالرياضة بمختلف أنواعها وتخصصاتها ومجالاتها سواء داخل البحرين وأيضا من جميع أنحاء العالم. قبل لا نبتدي في مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، نذكركم أن بإمكانكم متابعة حساب القناة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تويتر، يوتيوب لمعرفة آخر الأخبار والبرامج اللي تعرضها قناة البحرين الرياضية أول بأول. أما الحين خلونا نروح معاكم في جولة بين ملاعبنا وآخر الأخبار المحلية. دشن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حقبة جديدة من مسيرته التطويرية المتنامية، وذلك من خلال حفل الافتتاح المشهود للمبنى الجديد للاتحاد القاري الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور برعاية معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وحضور السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وعدد من المسؤولين في الفيفا والاتحادات القارية. وقد أعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة عن اعتزازه بتدشين المبنى الجديد، مؤكداً أن هذا المنجز المتميز يرسخ مكانة الاتحاد القاري كبيت لأسرة كرة القدم الآسيوية. المتسابق محمد مطر من فريق أبسولوت رينج حقق المركز الأول في الجولة الثانية لبطولة الإمارات لسيارات الكارتينج والتي استضافتها حلبة رأس الخيمة، وتفوق مطر في السباق الذي يعتبر من أقوى السباقات في الشرق الأوسط. تفوق على الإماراتي سعيد العلي الذي حل في المركز الثاني، والعماني شهاب الحبسي صاحب المركز الثالث. نادي البحرين لهوكي الجليد نظم فعالية رياضية بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، والتي أقيمت في صالة التزلج على الجليد بمركز أرض المرح، ويأتي تنظيم هذه الفعالية للتوعية حول أهمية الفحوصات المبكرة وفوائدها لرفع مستوى الوعي الصحي للرياضيين والجمهور في إطار جهود النادي المستمرة للتأكيد على التزامه المجتمعي والثقافي. عشان نوعي النساء في البحرين على مكافحة هاي المرض اللي هو مرض سرطان الثدي. طبعاً النادي يقيم هذه الفعالية بتزامن مع شهر التوعية لمرض سرطان الثدي، وطبعاً احنا بعد مثل ما تشوف عندنا الكتيبات التوعوية، ومثل ما تعرف احنا نبي نجمع الناس هني يعني يتكلمون بخصوص هالمرض، واحنا طبعاً دورنا بعد نوعي الفعالية اللي أخذ على عاتقها ودورها الاجتماعي نادي البحرين لهوكي الجليد. جزءنا الاجتماعي من هذه الفعالية أن نوعي
أن سرطان الثدي قاعد ينتشر في البحرين مثل ما قاعد ينتشر في أنحاء العالم. فدورنا الاجتماعي أن احنا نخبر السيدات بصورة عامة على السكرينينج، الوقاية خير من العلاج. اليوم في كتيبات نوزعها فيها خطوات عشان نوعي النساء البحرينيين أن يروحون يشيكون يفحصون روحهم، وهم إذا في عائلاتهم منتشر أو من قبل موجود فإن من الضروري تروح تشيك عشان تتأكد أنه ما فيها شيء. الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نظم ورشة عمل عن كيفية اختيار الجواد العربي ووسائل اقتنائه والتطعيمات اللازمة للخيول وتدارك الحالات الطارئة. وتأتي هذه الفعالية ضمن اهتمام الاتحاد الملكي برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة بتقديم المحاضرات والدورات للملاك والاسطبلات من أجل إخراج فوج مميز من مدربي الخيل العربية. وشهدت المحاضرة حضور واسع من الملاك والاسطبلات الذين أشادوا بهذه المحاضرة. مشاهدينا، بعيدا عن الأخبار وجو الفعاليات، خلونا الآن ننتقل لموضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة. لا شك أن للجماهير أثر كبير على أي حدث رياضي، وبالطبع من خلال تشجيعها وتواجدها بالمدرجات فهي بالنهاية تعكس ثقافتها. لكن هناك سلوكيات خاطئة نشوفها دائما بملاعبنا، راح نسلط الضوء عليها بشكل أكبر. لكن خلونا الآن نتعرف أكثر على هذا الموضوع بتقرير الزميل عيسى الخفتار. الرياضات بمختلف أنواعها سواء كانت جماعية أم فردية ليست مجرد مباريات تلعب ومنافسات تنظم، بل هي أكثر من ذلك بكثير، فقد أصبحت جزء أساسي من عالمنا بما تحمله من قيم ومبادئ من شأنها أن ترتقي بمستوى الرياضيين والمتابعين. ولا شك أن الجماهير عنصر أساسي في إنجاح أي حدث رياضي، وبالتأكيد الجماهير حول العالم تدرك مدى أهمية حضورها ومؤازرتها لفرقها المفضلة، إضافة إلى المحافظة على نظافة المدرجات والأماكن المخصصة لهم والالتزام التام بالقوانين حتى يحافظوا على صورتهم الجميلة. ولكن ما يؤلمنا حقا أننا لا نجد لهذه الثقافة أثر في مدرجات ملاعبنا، ولا توجد هناك قوانين صارمة من شأنها أن تحافظ على نظافة المكان وتمنع التدخين بالمدرجات الذي يضر ويضايق شريحة كبيرة من الحضور. فيا ترى، هل هناك تقصير من قبل المسؤولين عن الملاعب؟ وكيف يمكن أن نغرس هذه الثقافة بجماهيرنا؟ وهل الاتحادات والأندية دور في ذلك؟ تساؤلات كثيرة يطرحها المهتمون بهذا الشأن، والإجابات ستكون معنا الآن. الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالصحفي الرياضي مازن أنور. يا هلا ومرحبا فيك معنا. مرحبا أخوي فيك محمد. طبعا مازن، مثل ما شاهدنا في التقرير يتكلم عن موضوع مهم جدا، هو عدم اهتمام الجماهير بالسلوكيات الصحيحة مثل ما نقول، الحفاظ على المنشأة من حيث النظافة ومن حيث الحضور وأيضا من عدة أمور مختلفة. يمكن خلنا نقول شو اللي يخلي الجماهير ما يهتمون بالمكان اللي يجون فيه عشان يشاهدون مباريات فرقهم؟ أولاً طبعاً أنا بأشكركم على إتاحة الفرصة لهذا الموضوع تحديداً، لأنه موضوع جداً مهم يزعج الكثيرين صراحة، كل مرتادين الملاعب الرياضية. طبعاً القضية قضية سلوكية بالمقام الأول، ترتبط بالشخص نفسه. القضية هاي السلوكية تتطلب مثل ما نقول جهد توعوي، جهد تثقيفي من جانب الجهات المعنية. طبعاً لا ننكر بأن هذه القضية ترى منتشرة في ملاعبنا بشكل كبير. أنا يمكن أتكلم عن ملاعب كرة القدم تحديداً، كوني أنا أغطي ملاعب كرة القدم فهي منتشرة بشكل كبير في ملاعبنا. يعني هاي الظاهرة أولاً خلينا نتكلم محمد، نحن يعني ما نحمل فيه الجمهور في البداية. أولاً يجب أن نحمل كل الجهات المعنية، أنا راح أبتدي بنفسي كإعلام، أيضاً يجب أن نحمل نفسنا كإعلاميين أيضاً هاي الظاهرة، لأن نحن جزء من تصحيح هذه السلوك. طبعاً
إذا بنتكلم عن الأطراف هذه القضية أو القضية قضية ظاهرة النظافة أو التدخين، في جهات معينة اليوم يجب أن هي تشارك في موضوع في هذا الموضوع، منها خلينا نتكلم عن الجهة المنفذة للحدث الرياضي والمسابقة الرياضية، الاتحاد المعني. إذا تكلمنا مثلا عن كرة قدم نتكلم عن اتحاد كرة قدم، نتكلم عن الجهة المعنية بالمنشأة نفسها اللي هي وزارة شؤون الشباب والرياضة، بنتكلم عن مثلا الأندية نفسها، الأندية لأن هاي جماهير أندية طبعا، فالأندية أيضا مسؤولة، وأيضا احنا كإعلام، وبالتالي أيضا نتكلم عن الأشخاص نفسهم الموجودين على المدرجات، هذه شلون نقدر نوصل لهم الصورة الصحيحة على أساس أن نتفادى هذه الظاهرة. في أمور كثيرة ممكن احنا نسويها، ممكن أن احنا يعني عن طريق الجهات المعنية هذه أن تفادى هذه الظاهرة اللي أصبحت قلت لك كانت تزعجنا كثيرا في الملاعب، سواء بالنظر أو حتى بالإحساس، لأن لما احنا نكون موجودين في المقصورة الرئيسية ونشوف ناس يدخنون أمامنا ومسؤولين يعني أوائل في الأندية، فإحنا أكيد نتضايق من هاي الأمر، فبالنظر إحنا نتضايق، وأيضا حتى بالإحساس بشعور الترخيم في مثلا في أماكن يعني غير صالحة للترخيم. يعني كما أظن إحنا نسعى دائما لحث الجمهور على الحضور للمباريات ودعم فرقها في كل الألعاب، سواء كرة القدم أو بقية الألعاب. تعتقد هذه السلوكيات تساهم في عدم حضور الجماهير للفعاليات الرياضية؟ لا، أنا ما أعتقد أن هي مساهمة أن هي تقلل. أنا أشوف على العكس تماماً، في بعضهم يروحون يقول لك والله ناكل حب ونستمتع نطالع المباراة، خلينا نكون صريحين، هذه الكلام المتداول بين الشباب. لكن اليوم إحنا خلينا نقول أنا أعتقد أن إحنا يجب أن اليوم نركز على الجهود التي يجب أن يعني اليوم تقام من أجل أن إحنا نتلافى مثل هذه الظاهرة. يعني اليوم احنا لماذا خلينا نتساءل ليش مثلا الاتحادات الرياضيه لما مثلا تشرف على تنظيم مسابقه تنسى لجنه مهمه، لجنه التوعيه والتثقيف، ما شفناها. يعني لما نتكلم عن لجنه التوعيه والتثقيف هي اللي توصلنا حق هذه المواضيع. يعني اليوم على ابسط الامور هذه اللجنه ممكن عندها مبادرات تساهم في حل هذه المشكله. عمليات التواصل غايبة عندنا، يعني اليوم من الأشخاص اللي ينظفون هذه المنشأة اللي ينظفها هي العاملين اللي تابعين لوزارة الشباب والرياضة، هل هؤلاء أو وزارة شؤون الشباب والرياضة عندها تواصل مع الاتحاد البحريني على أساس تقدر كمية المخلفات اللي تضعها الجماهير بعد المباراة على أساس تنقلها إلى الاتحاد والاتحاد يقوم دوره؟ يعني هل في تنسيق مشترك؟ هذه التنسيق غايب. إحنا راضين بهذه الظاهرة، احنا اليوم في الجهات المعنيه كوزاره شؤون شباب رياضه كاتحاد بحريني، سواء قدم سله طائره ما بخص، احنا راضين بهذه الظاهره لان الجمهور قاعد ياكل وينثر بس خليون اوكي، واحنا راضين ان احنا ننظف وراهم. فهذه لا، احنا لازم نقضي عليها، عندنا عده اشياء وعده حلول يجب ان احنا نذكرها على اساس ان انتلاف هاي الامر. بس يمكن احنا تعودنا في البحرين من زمان، يعني دائما الابو يروح يودع عياله الصغار معاه المباريات، خصوصا عنده اولاد صارت او يعني شباب او بنات، يمكن كثير منهم يقول انا الحين صرت ما اودع عيالي الصغار الملعب لان اليم يدخن، اليساري يتلفظ بالفاظ غير لائقه في الملعب. أوكي. فهذه السلوكيات يعني مثل ما قلنا صارت تاثر على البعض انه ما يحضر الملعب. اكيد، مثل ما قلت لك انا شخصيا ساعات اتضايق من شخص مسؤول، رئيس نادي، نائب رئيس نادي، رئيس جهاز كره، يدخن لانه هو معصب على المباراه على سبيل المثال. اليوم احنا يجب ان احنا نضع الحلول. انا يعني اقول لك يعني في حلول كثيره، يعني انا يعني حطيت مجموعه امور يعني للاسف غايبه عن مثل ما قلت لك عن المدرجات. اليوم ليش ما نشوف اليافطات موجوده محمد؟ يعني مثلا ممنوع التدخين في هذه المكان المعين، يعني مثلا في المنصات الرئيسيه في ممنوع التدخين. اليوم عندنا ما يسمى بمراقبين المباريات، عدل ولا لا؟ مراقب المباراه من دوره اذا شاف مسؤول، اذا ما كانت عنده القوه انه يوقف مسؤول عن التدخين مثلا في المنصة الرئيسية، فهو ليس بمراقب مباراة لأنه ممنوع الترخيم في المنصة الرئيسية. فاليوم على سبيل المثال الاتحاد البحريني لكرة قدم استحدث موضوع مراقبين مباريات وعنده 20 مراقب مباريات تقريبا، فهذا يجب أن يعطى الأول الصلاحية أنه يوقف أي شخص يدخن على أساس أنه اللي يدخن يكون عبرة للآخرين. عندك يجب استغلال بعض الأمور، يعني مثلا اليوم عندنا شاشات في الملاعب بين الشوطين على الأقل، يعني مثلا فيديوهات توعوية، يعني مثلا ان نحط حق جماهيرنا ما يقومون به جماهير اليابان في كأس آسيا، عدل ولا لا؟ انت تشوفونهم للأسف جماهيرنا لما تروح كأس الخليج ولا كأس آسيا تشوفها بعد المباراة تنظف ويصورون. زين، ملاعبنا اولى يعني اليوم ان احنا نبدأ بملاعبنا وبعدين نروح حق الملاعب الثاني. فانا اعتقد ان جمهور البحريني قادر، ولكن هي عبارة عن يعني اليوم احنا نحتاج مجموعة مسجات توعوية توصل حق الجمهور على اساس ان احنا نذكرهم بالامر هذه. هم طبعا مو محتاجين تذكير، بس هو مجرد تنبيه اليوم وتوعيه زياده.
مثلا ليش اليوم وزارة الصحة والاتحاد البحريني لأي لعبة ووزارة شباب الرياضة لا يعني مثلا لا تطبع مثلا أكيوس، أكيوس يكتب عليها الرجاء وضع مخلفاتكم عزكم الله في هاي الأكيوس توزع عند البيبون، يوم بعد يوم الشخص بروحه بيجيب الكيس من البيت ومخلفاته بتكون يعني شوف أنا عجبتني الصورة صراحة. يعني شوف يمكن غيروا شكل الاستاد بسبب انه يبون يخبرون الجمهور انه ممنوع التدخين في هذه المنشأة، يمكن حتى الاصوار اللي كانت تطلع قبلها الجماهير السعوديه اللي كانت تنظف المدرج وراها والجماهير الافريقيه ايضا يمكن هذه الظاهره شفناها في البدايه بدت من الجماهير اليابانيه اللي كانت في كل الفعاليات اللي حضرت تنظف وراها، يمكن صارت وايد جماهير في العالم تتبع هذه الخطوه على اساس انه مثل ما نقول توصل فكره وتوعيه، مثل منها جماهيرنا البحرينيه في كاس الخليج شفناهم صح سووا هذه البادره ومشكورين عليها طبعا، لكن مثل ما ذكر هل هي مثل ما نقول موضة طلعت وهي مثل ما نقول مو نابعة عن حب لتنظيف المكان يعني عقب تركها؟ والله شوف انت دائما الشخص يحب يكون مكانه نظيف، يعني دائما الشخص يحب هي نقول في صار نوعا من التقليد، يعني في الجماهير اليابانية مثلا نظفت المكان في كأس العالم وتم تسليط الضوء عليها، ممكن في ناس يحبون يسوون ذي العملية ويصورون نفسهم، فهي بعد فيها نفس الامور الاعلاميه صح. لكن احنا يجب ان نتحرك في الجانب الثاني، انا عجبتني ذي الصوره لان انت اول ما بتي عينك بتلتفت على الملعب بتطالع سيد الصوره هذه انه ممنوع التدخين ممكن توقفك نوعا ما. اليوم حتى للاسف محمد يعني جوائزنا اللي نطرحها حق الجمهور ساعات نسوي جوائز افضل جمهور لكن نقول افضل جمهور في الشيله في الاغنيه لكن ما قلنا افضل جمهور في اللي هو مكانه نظيف واللي محافظ على مكانه صح. فحتى الجوائز اللي احنا نطرحها حق الجمهور يجب انها تكون شامله تكون في التشجيع في الاخلاق ان هذه الجمهور مثلا ما ساب ولا قذف لاعب معين او حكم او مدرب ما وحتى في عمليات النظافه هل الجمهور عقب ما طلع كان مكانه نظيف حتى الانديه على مستوى المراكز الاعلاميه يجب ان يكون له دور يعني مركز اعلامي للنادي نفسه يحث جمهوره ان شباب يعني لو حاولوا ان يكون مكاننا نظيف حاولوا ان تكونون يعني قدوه للانديه الثانيه رؤساء الروابط لهم دور عود يعني الانديه يجب ان تجلس مع رؤساء الروابط وتحث يعني رئيس الرابطه هو يود المايك هو يقود الجمهور كله فتخيلنا سعد محبوب على سبيل المثال رئيس رابطة نادي المحرق يحث الجمهور انه يا شباب نبي مكاننا اليوم نظيف في 100% لدور تاكد محمد فيعني في مجموعه مثل ما نقول احنا حلول اكيد صح. لكن يجب ان احنا كجهات معنيه اليوم تحط في الاعتبار هذه الموضوع المهم اللي تطرحه صح هاي اللقطه اللي شفناها من شرق اسيا لكن خلينا نطالع نموذج من جمهورنا المحلي في ملاعبنا المحليه في هذه اللقطات في كاس العالم عفوا هذه اللقطات اللي شاهدناها كانت من بطولة كأس العالم في روسيا اللي أكدت روسيا بأنها كانت بطولة خالية من التبغ نهائيا سواء في بطولة كأس العالم 2018 وبطولة كأس القارات 2017 وكذلك لجماهير نادي الرجاء المغربي في بطولة كأس العالم للأندية. طبعا مازن يمكن هذا شيء رجعنا ورا شوي لبطولة آسيا للشباب اللي صارت في البحرين في 2016 كانت بطولة خالية من التبغ وتم منع التدخين في المدرجات نهائيا. ليش احنا لما ننظم بطولة آسيوية وعالمية على أرضنا نمنع التدخين لكن الموضوع عادي نتساهل فيه في منافسات لأن
نقتدي بالنظام في النهاية. يعني في نظام يحطه الاتحاد المعني، الاتحاد القاري أو الاتحاد الدولي، يقول لك ممنوع الترخين، ممنوع الترخين في المنصة. إحنا للأسف كاتحادات محلية لا نطبق النظام إلا في داخل الملعب، في موضوع الركلات الجزاء، الأمور الفنية. لكن الأمور اللي خارج الملعب ما تطبق فيها النظام، يعني سواء الأمور الإعلامية، المنطقة التصريحات الإعلامية، يعني هذه الأمور إحنا للأسف النظام نأخذ نصه لما نيجي على مسابقاتنا المحلية. فإحنا يجب أن نطبق النظام بحذافيره نفس اللي طبقه الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي. أنا اللقطات هذه يعني ما أعتقد أن الأجانب الآسيويين أفضل منا. إحنا اليوم كعرب ومسلمين إحنا النظافة يعني صح. شعار المسلم يعني في الدين الحنيف مذكورة. فما أعتقد أن اليوم لو شفت هون شخص ينظف المدرج شيء عيب بالنسبة له، إلا على العكس تماماً، هذه طبعاً يعني شيء يحسب له. فإحنا نتمنى يعني مثل ما نظف المدرج كامل، نظف مكانك، نظف مكانك، وما يحتاج أصلاً، أنت ما تحتاج تنظف مكانك لما أنت ترمي الله يعزك المخلفاتك في مثلاً في كيس معاك أكل وسوي اللي تبغي. بس في النهاية اتخذ القرار الصحيح في أن أنت تترك مكانك نظيف ليوم ثاني. يعني طبعاً إحنا بنتكلم عن الترخين، خلنا ننتقل إلى آراء الجماهير حول موضوع الترخين والنظافة بالمدرجات اللي عدلنا الزميل خالد عبد الغفار، ونرجع نواصل الحديث عن هذا الموضوع. أتمنى يصير نفس باقي الملاعب برا في أوروبا، يعني بأغلب ملاعب ممنوع الترخين فيها. أتمنى هذا الشيء يعني يكون حظر الترخين في الملاعب. طبعاً التدخين الأفضل إنه يمنع، لأن في أغلب الناس اللي يجون هنا حق استانسون، حق يشوفون مباراة يستمتعون بالأجواء. فتدخين عادة سيئة في الملاعب، وتقريباً أغلب دول العالم قاعدة تكافحها، وإن شاء الله يكون عندنا بعد نفس الشيء. لأن لو لاحظنا في أغلب المباريات خاصة يكون فيها جماهير، حضور جماهير كبير، لاحظ استياء في مواقع التواصل الاجتماعي واستياء الجماهير من التدخين، فإن شاء الله يمنعونها. إذا كان مفتوح أتوقع حرية شخصية. بس يعني ما اعرف اذا في ضوابط تمنع الصحه العامه على ما يقولون، اتوقع انه يمنعونه افضل يعني، بس صعب التحكم فيه اتوقع. لا والله يا اخوي هاي ظاهره يعني الضر، يعني انت مدخن يا اخي، المفروض اذا دعى الاتحاد يسوون غرفه ورا حق مدخنين، غرفه مغلقه وخلوا يدخنون بروحهم ياخذوا راحتهم، لان الضر اول في صغار هنا عندنا يهال، في عوائل بتي على الملعب الوطني، شيء هاي يضر يعني حتى احنا يضرنا. نظافة يعني الحب، يعني مشكلة ان ملاعبنا ما في يعني ان سلة مهملات او شيء يعني، فيضطر الجمهور يعني ان ينثر الحب يعني. مفروض الاتحاد يوفر سلة مهملات، يوفر كولر مال ماي، مكان حق الصلاة، هاي كلها مفروض يتوفر يعني، هاي كلها من حاجة كل الاتحادات فيها موجودة، كل الاستاد كل دول الخليج احنا شفنا هاللون، دشينا شفنا كولرات ماي، السيال مال نظافة، الأمن تواجد داخل المدرجات مو بس برا، هناك حتى المدرجات موجود فيه الأمن. أنت واحد يشرب سيجارة ممنوع، واحد يأكل ويقط ممنوع، غلط يعني، عادة كثيفة يعني. لازم يهتمون، لأن النظافة من الإيمان. إحنا ليش ما نصير نفس الصين وغير الصين؟ شوف أكو ناس في الملاعب تحت بترمي وصاخ، وناس بتنظف، تعب على وش بتصير؟ زبالة الله كرم السامعين. الوصاخة مين زينة؟ أنت في بيتك تعلم أولادك النظافة، لا تعلم الوصاخة. لازم تعلمهم النظافة في بيتك، لا تعلم الجاهل في البيت بيتعلم في المكان اللي قاعد فيه. التدخين يجب أن يمنع من كل أماكن، ساعات نروح بأماكن نتضايق، عندي مثل ولدي أو غير ناس اللي عندهم أمراض يتضايقون من رائحة التدخين، فقد ما نحاول ننبه لكن ما في فايدة، فيجب أن يمنع صراحة من في الأماكن العامة في الملاعب أو في أي مكان، لأنه هو شيء ضار، ضر للنفس ويضر الغير. يعني سمعنا آراء الجماهير في هذه اللقاءات، يمكن الأغلبية أو الأغلبية العظمى قالوا أن يعني التدخين سواء والنظافة يمكن ظاهرات نقدر نقول عنها غير إيجابية، ظاهرة سلبية في الملاعب. يمكن حتى اللي كان متعاطف مع الموضوع شوي قال حرية شخصية، بعدها قال لا ما بضايق اليمين. يعني يمكن مازن
احنا البحرينيين نحب الالتزام. نتذكر قبل 10 سنوات لما تم سن قانون منع التدخين في الاماكن المغلقه العامه. نعم. صارت ثقافه في المجتمع، تلاقي حتى في المجمعات العاديه اللي ما فيها احد تلاقي ما حد يدخن داخل، خلاص الحمد لله تعودوا الموضوع انه نعم. صار هذا الشيء ممنوع لانه غلط اني ادخن بين الناس، بين العوائل، بين الهال الصغار. نعم. فتعتقد انه لو تم سن قوانين نعم. وتم تحديد عقوبات او جزاءات على التدخين بين مثل اماكن تجمع الناس، هذا الشيء راح يساهم في منع الظاهره 100%. انا في واحد من الاخوان اعتقد اللي في التقرير ذكر ان يعني رجال امن مو موجودين داخل المدرجات. إيه؟ نعم. هذه طبعا انت لما الجهه المعنيه كوزاره شؤون الشباب والرياضه والاتحاد المعني يمنع التدخين بعباره واضحه وبقانون واضح، وانت يعني تكلف رجال الامن انهم يقومون بمهمتهم في ذي الموضوع، اعتقد يعني لما يكون عندك حاله او حالتين او ثلاث يمكن يكون عبره لاخرين وقد يساهم بشكل كبير. هذه من الحلول. احنا قلنا اليوم في مجموعه حلول، لكن لازم الموضوع يطرح على طاوله الجهات المعنيه. يعني يجب ان الجهات المعنيه هي تهتم بالموضوع على اساس ان 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 يعني مثل ما تقول نبدا ان نحل الامور بالظاهره ذي. فان شاء الله يعني ان شاء الله ان ما يذكر في البرنامج يصل الى الجهات المعنيه على اساس ان هي تاخذ يعني خطواتها في ذي الموضوع على اساس انها تساهم في تقليل هذه الظاهره اللي هي غير مقبوله للجميع. يعني طبعا احنا من خلال هذه الحلقه نحب نحط حلول لهذه المشكله. أكيد. ونحب ايضا نثقف الجمهور. خلينا ننتقل الى اتصال هاتفي ذا صله طبعا بهذا الموضوع للحديث اكثر عن اضرار التدخين بالمدرجات. يسعد ان يكون معنا عبر الهاتف عضو جمعيه مكافحه التدخين البحرينيه استشاريه الصحه العامه الدكتوره كوثر العيد. يا هلا ومرحبا فيك دكتوره. يا هلا ومرحبا فيك اخوي محمد، وارحب في ضيفك بالاستوديو الاخ مازن. اهلا وسهلا فيكم وفي المشاهدين. اهلا فيك دكتوره. طبعا يمكن اضرار التدخين كلنا نعرفها وكل اللي حتى اللي يدخنون يعرفونها. احنا نبي نتكلم عن اضرار التدخين السلبي خصوصا بشكل عام في مدرجات الملاعب، لما يكون واحد يدخن بين اربعه من الجماهير او خمسه من الجماهير يمينه ويساره وقدامه وورا، خصوصا لما يكون بينهم اطفال وناس من الصغار السن او حتى من كبار السن. نعم، هناك في ضرر مباشر وفي ضرر غير مباشر على المدى البعيد. التدخين السلبي هو أي دخان بيدخنه المدخن ودخانه يطلع ويلامس الجهاز التنفسي للناس الآخرين، هذا يسمى بالتدخين السلبي. فهو لن يتأثر فقط المدخن، وإنما ينتقل أثره وضرره على الناس المحيطين به، وهذا ما يسمى بالتدخين السلبي. فأثره المباشر في الملاعب على سبيل المثال، هناك ملاعب مغلقة وهناك ملاعب مفتوحة، فالضرر في الملاعب المغلقة يكون أكثر من الملاعب المفتوحة، على أساس أن هي بتكون الدخان محصور في مكان معين، ما راح تصير الدورة لتنقية الهواء بصورة أفضل. فخلنا نتكلم عن الأضرار اللي قد تصيب الشخص المجاور للمدخن. قد يكون مثل ما تفضل أحد الأشخاص في التقرير السابق وقال أنه ممكن أن ولدي يكون فيه ربو ولا يتأثر من ريحة الدخان. فعلا أي شخص عنده مشاكل في الجهاز التنفسي الأثر للتدخين السلبي راح يظهر مباشرة في أثناء ما هو قاعد يشاهد هذه اللعبة الرياضية، قد يكون بطريقة السعال، ضيق في التنفس، قد يتطور إلى اختناق. هذا الشيء يعني والأعراض اللي قد تصيب هذا الشخص الذي قد يكون عنده مشاكل في الجهاز التنفسي. على المدى البعيد الأضرار للتدخين السلبي ممكن أنه هو ما نقول أنه بس التدخين أضراره على المدخن فقط، تنتقل أضراره على الشخص الذي يستنشق الدخان اللي هو المدخن السلبي. ممكن يكون توصل على المدى البعيد لمرحلة تبدأ من الالتهابات في الرئة والمجال التنفسي للجهاز التنفسي، انتهاء بالأمراض غير السارية كالأمراض السرطانية لا قدر الله. فأثرها فعلا كبير، هذه الأثر التدخين السلبي على غير المدخنين اللي قاعدين في المكان المدرجات وقاعدين يشمون دخان المدخن. قد يقول واحد من في التقرير قال انه هو حريه، الحريه اذا ضايقت الاخرين لا تعتبر حريه، فالحريه تكون اذا اضرت بالاخرين لا تعتبر،
إذا أنت ما تضر الآخرين ما عليش، إحنا نعتبرها حرية، ولكن أكيد. أنت موجود في مكان وموجود شخص آخر أنت لا تعلم بحالته الصحية، حتى لو لم تكن هناك حالة صحية مثل ما تفضل أحد المشاهدين وقال أنه يمكن يتضايق حتى بس مجرد الريحة أو مجرد الدخان الواحد يتضايق حتى لو ما كان عنده حالة صحية. فإحنا نحترم الآخرين ووجودنا في أماكن عامة ونحترم القوانين ولا بد أن نفعلها إذا لم يكن هناك تفعيل في هذه الأماكن. دكتورة نعم. دكتورة، هل هناك في مبادرات منكم في جمعية مكافحة التدخين البحرينية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية مثلا أو الاتحادات الرياضية لإيجاد حلول فعلية لهذه المشكلة؟ نعم، إحنا في جمعية مكافحة التدخين البحرينية كل سنة نقوم بمباريات بين الفرق والجمعيات تحت شعار رياضيون بلا تدخين، وفقط الشعار يدل على أن نكافح التدخين حتى في الأماكن الرياضية. وجود ثلاث مرات على الأقل بالسنة نعمل هذه النوعية من المباريات رياضيون بلا تدخين ينشر الوعي بين الرياضيين والمشاهدين أيضا اللي في على المدرجات أو في الأماكن اللي نسوي فيها هذه النوعية من الرياضات، ينشر الوعي بأهمية الإقلاع عن التدخين وبأهمية الابتعاد عن التدخين ومكافحة التدخين، وينشر أيضا ثقافة أن الرياضي المدخن لن يكون مستواه في الأداء كالرياضي غير المدخن، لأن هناك أكيد يوجد فئة من الرياضيين المدخنين. فهذه رياضيون بلا تدخين احنا من جهتنا كجمعية مكافحة التدخين البحرينية برئاسة الأستاذ صادق السويدي المنسق في الأنشطة وبالتعاون مع طبعا الجهات المعنية، بالإضافة ردا على سؤالك أخ محمد، يكون احنا عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين في مملكة البحرين التي ترأسها سعادة وزيرة الصحة، نحن جزء من الأعضاء في هذه اللجنة بمشاركة ممثلين من جميع وزارات المملكة والجمعيات المعنية بالإضافة إلى الوزارات المعنية بهذا للوقاية والإقلاع من التدخين ومكافحة التدخين. فهذه اللجنة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في نشر الوعي وتعديل السلوك ووضع القوانين وسن القوانين والتشريعات. نعم. فبالعكس احنا يعني ماشيين خطوات كبيرة بس يبقى يعطيكم ألف عافية دكتورة على هذه الخطوات. طبعا الفكرة وصلت وجهودكم كبيرة طبعا في التوعية عن مكافحة التدخين. الدكتورة كوثر العيد عضو جمعية مكافحة التدخين البحرينية استشارة الصحة العامة، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا وعلى هذه المداخلة. طبعا ما زلنا نتكلم في النهاية عن إيجاد التشريعات مثل ما قلنا والقوانين اللي جرم هذه الأفعال راح يساهم في اختفائها. من المسؤول عن وضع هذه القوانين أو اللوائع؟ خلنا نقول هل الجهة المنظمة للفعالية الرياضية مثل الاتحاد الرياضي أم الجهة المسؤولة عن المنشأة مثل وزارة شؤون الشباب والرياضة؟ هو يجب أن مثل ما نعرف لازم ترفع توصيات يعني من الجهات نفسها إذا كنا نحتاج إلى تشريع معين بالنسبة للمنشآت الرياضية عدم التدخين فيها. اليوم مثل ما قلت اليوم ما أعتقد أن في رصد للظاهرة محمد، يعني ما في رصد من الوزارة ولا في رصد من الاتحادات، يعني أنت تشوف الناس قاعدة يعني مثل ما تقول تلوث الملعب بالمخلفات العزك، العمال قاعدين ينظفون والأمور عادية طبيعية، يعني ما في أي تدخل اليوم. فأنا أعتقد أن اليوم الحلقة هذه منبه حق دي الظاهرة على أساس أن احنا نضع الحلول لها. أعتقد يا ريت أن وصلت هذه الحلقة توصل حق مثلا أجهزة الإعلام في الاتحادات الرياضية اللجنة الأولمبية وحتى وزارة شؤون الشباب والرياضة على أساس نبتدي نحط على الأقل حلول مبدئية وبسيطة ويبتدون يفعلون، لأن أعتقد إذا أنت ما أخذت خطوة ما أعتقد أن الظاهرة راح تنتهي راح تزيد، لكن إذا أخذت الخطوة راح تصل إلى التشريع اللي أنت تبغي، لأن أنت بتبتدي خطوات يمكن الخطوات هذه ما تكون كافية لكنها في النهاية بتلجأ إلى التشريع وراح تتغير في التالي. نعم. نفس ما قلت المجمعات والأماكن المغلقة الآن في البحرين إحنا عندنا امتياز في هذا الموضوع صراحة، في التزام وامتياز، وبالتالي أنا أعتقد أن يجب أن نبدأ بخطوة، بدون خطوات بدون مبادرات ما راح نصل لحل هذه المشكلة إن شاء الله. طبعا نتمنى أن هذه الحلقة وضعت مثل ما نقول الصلاة على الجرح، وشكرا لك مازن أنور على تواجدك معنا. مشكورين محمد، يعطيك العافية. طبعا مشاهدينا وصلنا الحين لفقرة تجربة رياضية اللي من خلالها نلقي الضوء على مختلف الرياضات الموجودة في مملكة البحرين. خلونا نتابع معاكم أول تجربة رياضية لهذا الموسم مع الزميل أحمد محمد. يا
اهلا ومرحبا فيكم متابعين قناه البحرين الرياضيه في فقره تجربه رياضيه، واللي عودناكم من خلالها ان نعرض لكم تجربه في احدى رياضات مملكتنا الغاليه. خلونا نشوف هذه التجربه وحلتها الجديده. طبعا اعزائي المشاهدين انتم عارفين انا في وين من خلال الشعار اللي وراي، لعبه تمناها الصغير قبل الكبير انه يخوضها ويلعبها. اليوم جرافيتي عملت لنا مضمار ومكان خاص للعبة الطيران الحر الداخلي. خلينا نشوف هذه الرياضة وهذه التجربة في هذا التقرير. مشاهدينا في هذه الاثناء معنا المدرب احمد ربوح، مدرب هنا في جرافيتي البحرين. راح فيك كابتن احمد. هلا مرحبا احمد، شخبارك؟ الله يسلمك كابتن احمد. لو تعرفنا في البدايه بشكل مختصر عن لعبه الطيران الحر الداخلي. لعبه الطيران هي كيف نعرفه الاطفال، قبل الاطفال يحلمون بالطيران، اليوم صار طيران حقيقي نفس هاي اللي نعرفه. احنا نشوفه ميداليين لما يقفزوا من الطياره ويصيروا طايرين في الهواء، احنا عندنا نفس الشيء، نفس الشعور عندنا في النفق الهوائي. احمد لو تعرفنا عن النفق الهوائي ومحتوياته يعني في البدايه. النفق الهوائي هو عباره عن نفق زجاجي علو 14 متر كيف تشاهدوا امامنا، وفي خصوصيته ان الانسان ممكن يستمتع بالتجربه هذه يعني ولو عمره من 4 سنوات فوق، اي واحد ممكن يستمتع بالتجربه هذه. ما في خطوره احمد على لا احنا اول شيء عندنا في هاي لعبه الرياضه ان الامان هو كل شيء، ما في خطوره كلش. احمد يمكن مملكه البحرين هي ثاني دوله في الخليج تستقبل او تستضيف جرافيتي، والان مملكه البحرين مقبله على بطوله العالم للطيران الحر الداخلي. هالشيء شنو يعطيكم دافع كونك مدرب في الطيران الحر الداخلي؟ يعني هاي شيء يعني شرفنا كثير، يعني بطولة عالمية في هاي الطيران الحر، يعني راح نستضيفه يعني كل الفروق أبطال هواة عالميين من جميع أنحاء العالم راح يجيوا هاي البطولة هذه. أحمد أنا الحين راح أجرب اللعبة معاك، لكن أتمنى إن أنا يعني أخلص من اللعبة بكامل قواي. حياك الله يحييك. مشاهدينا خلونا نجرب ونخوض تجربة الجرافيتي مع الكابتن أحمد بالروح، خلكم معنا. لا ما شاء الله يعني ما حصلت لك صعوبة كلش، يعني طيران كان ممتاز وما شاء الله عليك، يعني بسرعة تستوعب الفكرة حق الدوران. هاي التعليمات اللي راويتك يعني استانس وياك، يعني حصة كانت ممتازة. مشاهدينا وصلنا إلى ختام التجربة الرائعة جدا هنا بجرافيتي، أتمنى من كل المشاهدين الحضور إلى جرافيتي والتمتع بالطيران الحر الداخلي. نلقاكم في تجارب قادمة، مع السلامة. شكرا للزميل احمد محمد، عندك سنه كامله تعدلي بطوله العالم للقفز السنه الجايه ان شاء الله في البحرين، عندنا عندك وقت كافي يعني. بعيدا عن القضايا وبعيدا عن الصحه، خلونا الحين ننتقل الى جديد السوشيال ميديا في فقره اونلاين مع مقدمها سعد حماده. يا هلا مرحبا فيك سعد. يا هلا فيك محمد، تحيه لك وايضا للساده المشاهدين
فقرة أونلاين 24 ساعة راح نكون معاكم في مواقع التواصل الاجتماعي. محمد، أجواء الكلاسيكو لا زالت طاغية، نتيجة الكلاسيكو لا زالت طاغية على جماهير مدريد وأيضا برشلونة وإدارة نادي ريال مدريد. محمد، يمكن الموضوع الأبرز اللي تناولت الصحف وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة اللي هو مدرب نادي ريال مدريد لوبيتيغي. طبعا صحيفة الماركة تقصت القضية من البداية للنهاية محمد، وتقريبا توقعت الحدث اللي بيصير، إن شنو السيناريو اللي راح يجري في إقالة لوبيتيغي من تدريب نادي ريال مدريد. قبل يومين تقريبا أو أمس قريت هاي الخبر من الماركة، يقول لك سيكون الرئيس اللي هو فلورنتينو بيريز في المنزل يخطط لكيفية جعل لوبيتيغي يظهر كمجرم كبير كما فعل في كل مرة تغير فيها المدرب. هناك بالفعل 12 تغييرا، كل منها صنع ليكون متطفلا شخصا لا يتحمل الرئيس المسؤولية عنه، ويوصف الأشخاص الذين يصلون ليقصد المدرب البديل على أنهم منقذين. يقول لك لوبيتيغي أقال من منصبه، حطوا من سولاري. سولاري نعم. يقول لك سولاري على أساس أنه هو حل مؤقت، أيضا من صحيفة الماركة. قبل الإقالة بكم ساعة يمكن أو كم دقيقة قالت سيتم إقالة لوبيتيغي بعد انتهاء الاجتماع بين رئيس النادي فلورنتينو بيريز، شكل اللي يقصدونه في البيت، مع الأعضاء، فيما قد يكون سانتياغو سولاري الحل المؤقت لقيادة الفريق في المباريات القادمة. محمد، سؤالي لك، سولاري حل مؤقت ولا ضحية قادمة؟ النتائج هي اللي راح تحدد، مثل ما كان زيدان حل مؤقت وصار يمكن أحد المدربين الأسطوريين في تاريخ النادي بتحقيق 3 بطولات تشامبيونز على رأس، أصبح مدرب أسطوري وأصبحت الجماهير يعني تناشد أنه يبقى من الفريق. يمكن صحيفة ماركا كانت متعاطفة نوعا ما مع المدرب يوم تقول أنه بيريز هو اللي راح يظهر بصورة المجرم الكبير، مو بيريز. طبعا النتائج هي اللي راح تحدد بقاءه من عدمه. مو طبيعي الوضع في نادي ريال مدريد أنه يتم في المركز التاسع، أنه يخسر 6 مباريات، تيلة بـ3-4 مباريات ما يسجل هدف واحد، الوضع مو طبيعي. يعني كانت إقالته متوقعة، لكن متى هذا اللي كان الكل ينتظره. أكيد طبعا جماهير ريال مدريد محمد كانت تنتظر، يمكن طلعت بعض الإشاعات أن كونتي غدا صحيح سيقدم كمدرب لنادي ريال مدريد، لكن جماهير الريال تفاجأت بتعيين سانتياغو سولاري. بس من الممكن خيرة محمد، هم قالوا حل مؤقت، حتى لهم خط راجع إذا وقعوا مع أحد ثاني يمكن. محمد، عثمان ديمبلي اللاعب اللي الكل كان يتوقع منه أنه هو قنبلة موقوتة وراح ينفجر في نادي برشلونة الإسباني، برشلونة حلم كل لاعب، لكن ممكن في بعض اللاعبين ما يفكرون أنه هل أنا إذا رحت هاي النادي راح ألعب دقائق ترضيني وتطور مستواي. صح. عثمان ديمبلي الكل كان متوقع أنه راح ينفجر في برشلونة، الكل كان متوقع أن ديمبلي راح ينافس مبامبي، راح ينافس أيضا اللاعبين الصاعدين على ألقاب أنه أفضل لاعب صاعد في العالم أو في أوروبا. لكن يقول لك راديو كاتالونيا، برشلونة يدرس إمكانية التخلي عن ديمبلي في الشتاء، أندية وايد تتمنى عثمان ديمبلي، أندية وايد تنقصها نوعية مثل هاللاعب، لاعب شاب محمد، ومن الممكن أنه يكون مستقبل أي فريق في العالم. صح، يمكن هو المبلغ اللي اندفع فيه 150 مليون ويابوه على أساس يعوض رحيل نيمار، هذا الشيء خلاه مثل ما نقول تحت ضغط كبير، تحت حمل كبير، أني أنا لازم أعوض. وقتها كان نيمار يمكن اللاعب الأول بعد كريستيانو وميسي، يمكن إيه هو نيمار وقتها، فهذا الشيء يمكن خلى اللاعب تحت ضغط كبير ما يقدر حتى يمكن تحرر منه. يمكن من فترة سمعنا تصريح للاعب، نسيت اسم اللاعب الصغير اللي كان الكرواتي اللي كان برشلونة، بويان كراكيتش، طبعا كان يقول أنه من الخوف لما رحت لبرشلونة وأنا صغير كنت لما بشرب ماي أخاف أن أحد ينتقدني يقول لي ترى أنت مسوي شيء غلط. هذه الضغوط هي اللي تنهي اللاعبين الشباب يمكن، وهذه الضغوط الكبيرة طبعا الجماهير ما ترحم في الأندية الكبيرة. عادل محمد، بسألك، شفت مباراة توتنهام ومانشستر سيتي أمس؟ شفت شوي منها. نعم، الكل كان منتظر هاي المباراة على أحر من الجمر كونها قمة الدوري الإنجليزي في هالجولة، الكل كان يتوقع
أن المباراة راح تلعب على مستوى عالي وفي أجواء جدا رائعة محمد، لكن حالة ملعب ويمبلي مثل ما شفناها أمس جولة صح الدوري كرة القدم الأمريكية لعب في ملعب ويمبلي، وهاي النتيجة الأرضية تضررت، تخطيط الملعب تضرر، أثر على سلك أو مجريات المباراة، الكرة محمد نشوفها شوي تمشي وتناقص في الملعب، شيء طبيعي بتأثر على نتيجة المباراة، ويمكن لو خسروا السيتي بياخذونها حجة أو عذر. وأيضا توتنهام رغم أنهما أصحاب الأرض يمكن بعض الجماهير تحججت بالملعب، بس هاي ملعبكم وهاي أرضياتكم اللي لعبت فيها مباراة أمس. طبعا النتيجة انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدف رياض محرز 1-0. شلون الفانتاسي محمد؟ طبعا لا انا مالي بالفانتاسي ابدا، لكن يعني الملعب يمكن توتنهام يدفع ضريبه ان ملعب الجديد تاخر مو براضي يجهز، فهو الملعب مستاجره ما يقدر يقول شيء ومجبور انه يلعب عليه بكل حالاته، والاتحاد الانجليزي او الجهه المالكه لملعب ويمبلي اجرته مثل ما نقول مردود قوي من وراء. صح محمد، بس من الممكن تقولنا الدوري الانجليزي الدوري الافضل صح في العالم، اخر شيء تلعب على ملعب ويمبلي بهالشكل؟ هذه الصوره صح صوره سيئه كانت. شفت بلانتي بوغبا يقول لك محمد في الوقت اللي استغرقه بول بوغبا عشان يشوت ضربة الجزاء أمام إيفرتون، بولت قطع مسافة بولت خلص مسافة 100 متر بالفعل محمد. يمكن يعني شو أقول لك، اللقطة ذي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي صح بشكل رهيب رهيب صح محمد، وطلع هاشتاج على بول بوغبا على الشوت نفسه، وقبل شوي بعد بول بوغبا نزل فيديو انه يعني يمكن يطنز على روحه او شيء على الحركه. الهاشتاج يقول things you can do during بول بوغبا بس بنالتي ران اب. لوك شو زميله في الفريق يقول make a comeback in your career and renew your contract. هذه كل الامور يقول تقدر تسويها وهو لحين ما شاط البلانتي. لحين ايه؟ يعني محمد الهاشتاج لو تدشه انصحك تدش تقرا يمكن اشي مضحك تلاقي وايد وايد، يعني الاجانب استلموا بول بوغبا بشكل غير طبيعي. تونا نتكلم على ملعب توتنهام. يقول لك فينش سبيرس نيو ستاديوم، بامكانك ان تنهي ملعب نادي توتنهام الجديد بينما يسدد بول بوغبا ضربه لحين الجزاء. وات هاي شوي مؤلمة أليمة لك ها؟ لا بس صرت محايد وتقراها. نعم صرت محايد نعم وحطيتها. يقول لك watch every Arsenal game since they last won the Premier League، بإمكانك أن تتابع جميع مباريات الأرسنال يوم الدوري خذوا الدوري الإنجليزي 2003 آخر مرة وأربعة. بس محمد دوري بلا هزيمة معلش. هاي يقول لك get married have a family play for England win the World Cup and die. وليحين ما شات بول بوغبا حياته، وليحين بول بوغبا ما شات البلانتي محمد. ايضا محمد يمكن في قضيه صدرت مواقع التواصل الاجتماعي في الفتره الاخيره، هي يمكن ظاهره مؤلمه، شيء ما كنا نتوقع ان نشوفه. اسماعيل مطر نجم كبير معروف اسمه على الخليج وايضا على الصعيد المحلي، لاعب لعب لنادي العديد من المباريات وايضا للمنتخب الاماراتي صح، سجل كثير من الاهداف، كلنا نتذكر قوله في نهائي كاس الخليج اللي اسعد نعم الجماهير الاماراتيه 18. وايضا احنا كنا سعداء عشان لانه كان فعلا لاعب مميز. اسماعيل مطر قبل ايام عديده في ملعب المباراه فجاه اسماعيل قعد على الارض محمد ويبكي، الحكم وقف المباراه. الشيء اللي صار ان احد الجماهير كما قال يعني اسماعيل مطر وايضا كما قالت بعض المصادر ان اسماعيل تعرض للشتم، اسماعيل سبه اخوه داخل ارضيه الملعب، احد الجماهير اشتمه واسماعيل ما قدر يعود نفسه صاح في ارضيه الملعب. ايضا الحكم وقف المباراه، اللاعبين نشوف لاعبين الخصم ايضا روحه كلهم يواصلونه بشكل كبير كانت بالفعل محمد، خصوصا ان قبل شوي احنا كنا نتكلم عن السلوكيات الخاطئه وهذه احد السلوكيات الخاطئه بشكل كبير، يعني لاعب اسطوري ولاعب كبير وفي النهايه اللاعبين بشر لهم احاسيس، يعني ما لك حق انك تغلط عليه وتسب وتقول تلفظ عليه بهذه الالفاظ، يعني بالتاكيد شيء مؤسف كان. صح محمد، بما ان خذنا رايك
أعزائي المشاهدين، لأن الفقرة فقرة مواقع تواصل اجتماعي، تهمنا آرائكم وتهمنا آراء الجمهور أيضا. خلونا نتابع شنو قال الجمهور عن هاي القضية. للأسف ظاهرة الشتم والتجريح والسب في الملاعب الرياضية شهدت انتشارا واسعا الآونة الأخيرة، وللأسف أن احنا نشوف الجماهير بمختلف أعمارهم وفئاتهم يقومون أو يمارسون هذه الظاهرة للأسف، سواء في ملاعبنا أو حتى الملاعب الخارجية. القضاء على هذه الظاهرة أمر جدا جدا صعب، بحكم أن أنت ما تقدر تتحكم في عقليات الأشخاص نفسهم. هي ظاهرة غير حضارية أنا أعتقد، ويحتاج المشجع إلى يعني ثقافة أكثر في التشجيع، تثقيف كيف أن أنت تتعامل مع الموقف بشكل يعني خلينا نقول بشكل أفضل وبطريقة أكثر حضارية، لأن في النهاية هذول أمهات اللاعبين وأبائهم، فإذا أنت ما ترضى على أهلك هم أيضا ما يرضون على أهلهم. صراحة من أسوأ الأشياء وأكثر الأشياء المقززة في كرة القدم هي الأشياء اللي نسمعها من الجمهور للعيبة، اللي يسب ويشتم في اللعيبة. في النهاية هو إنسان حاله حالك، الفرق الوحيد بينه وبينك أنه صار لاعب كرة قدم، صار شخصية عامة. هذا الشيء ما يعطيك أي حق أنك أنت تسب وتشتم فيه. من يومين شفنا في الكلاسيكو في لقطة كان جمهور برشلونة يسبوا في سيرجيو راموس، وطلعت لقطة لبيكي وهو يأشر للجمهور يقول لهم لا تسبوه. أتوقع هذه الحركات لها دور كبير في التخفيف على الأقل من هذه الظاهرة. يمكن الموقف اللي صار اللاعب الخلوق الإماراتي إسماعيل مطر واللي هو بكى في الملعب بيّن لنا حالة من الحالات اللي نشوفها بشكل تقريبا مستمر ومتواصل، وندل على شيء قاعدين احنا نناقض نفسنا بشكل كبير، لان الرياضه في البدايه هي اخلاق والتحلي بالروح الرياضيه، والامر ما له علاقه بالتعصب الرياضي ان انا اشتم واجرح بمبدا الاستفزاز. والامر الخاطئ اللي يحصل انه يعني وصلنا لمرحله ان اهالي اللاعب ربما يكونوا موجودين في الملعب، فتصير شوشره وسط الجمهور وما الى اخره، وايضا وجود اطفال. يعني احنا ما نقبل هذا التصرف من الكبار، فمبارك بوجود الصغار اللي انت تعلمهم هذا الشيء. هاي اللي نتمناه من جمهورنا، جمهور واعي مثقف يعرف الصح من الغلط في الملعب، ونفس ما قلنا اللاعب بشر، وايضا لو نلتف بالموضوع ايضا الحكم بشر والجميع بشر، وأكيد ما نرضى بالغلط على أي أحد سواء في الرياضة أو في العالم الخارجي خارج الرياضة أيضا. محمد، لو نتطرق حق الموضوع من جانب نفسي، الدكتور علي صليبيح اللي افتقدناه هالمرة في برنامج تحية بالمناسبة. نعم بالفعل نوجهله تحية، وأبدا ما ردنا أنه يعطينا رأيه من جانب نفسي صح حول موضوع إسماعيل المطر. نسمع رأيه، تفضل دكتور. الجماهير اليوم أصبحت جزء أساسي من اللعبة، وجود الجماهير يعطي الرياضة متعة وإثارة، لأن في نفس الوقت يمكن يشكل الحضور الجماهيري ضغط على اللاعب، خصوصا إذا تم استخدام التشجيع السلبي. أحيانا يتم استخدام عبارات عنصرية أو الإساءة إلى اللاعب أو إلى أسرته، وكثير من الحالات تبين تأثر الرياضي بهذه العبارات اللي يسمعها، وشلون تأثر هذه العبارات على قدرة الرياضة على السيطرة على انفعالاته، سواء في ملاعبنا المحلية أو الملاعب العالمية. يمكن آخرها ما حدث في النزال في منافسات الـ UCF بين الروسي حبيب والإيرلندي كونر، واللي كان سببها العبارات اللي تعرض لها الروسي حبيب. رسالتي إلى الجماهير، أنتم جزء أساسي من اللعبة، فخلوا حضوركم حضور إيجابي ولا تأثرون سلبيا على بقية الأطراف المهمة من اللعبة. يعطيكم العافية. نفس ما قال الدكتور علي صليبيخ، خلوا حضوركم إيجابي ومؤثر بشكل إيجابي في الملعب وأي مكان. وإحنا هنا في الملعب محمد أكيد نبي يكون حضورنا إيجابي. لك الكلمة محمد. شكرا لك محمد على سعد عفوا على هذه الفقرة. طبعا وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من برنامج الملعب. مع السلامة.